شباب وأمريكا. مي نوت توك يو. ايش في يا خبل انت؟ ايش في؟ انا بس حبيت ساعده لشباب لانه عربي ومعتر ومسكين. اسمع يا مان، انا ام ريدي. يو شوت اب مان. يقول انتبر شباب. بالله انه يقول انتبر. لك يخرب بيتك، بدك تهرب من هون؟ شباب انت ليش تسيب امريكا؟ وش قال عن امك يا جوليا؟ انفخي شريم. قال ماما برتم. قال ماما برتم. جوليا جوليا مسكت كيف؟ والله ما يحب، والله ما يحاسب الا انا، والله ما يحاسب الا انا. صح عليك يا ناشمي، خاشمو بس خلاص شباب، ماما خاصبتها هو ما تحاسب انا وما شفتها. يلا جوليا يلا شباب. ثانك يو. لحظه وين بياخذ شنطنا زري غاندي؟ شباب يقابي هذا يشتغل في فندق، اعطي شنط انت. لا وقسم ما تطب فيده، هذا اذا هج فيه هذا الحين وقعدنا نحم على الرصيف. شباب لا تفضح انا، اعطي شنط انت وخليك ساكت. خلاص هيا خليه ياخذها يا فغره، وذنبك على جنبك. ها بس وين امك اختفت؟ خبيبي طالع هناك على الريسبشن تعمل لنا تشيك ان. هاي جوليا. هاي، glad to see you. It's good you managed to come. Me too, thanks. وش عندك جوليا؟ وش عنده هذا الشباب؟ لاحقنا وماما وش عنده؟ مثلنا شباب جاي يحضر ماراثون. ايش فيها؟ يحضر الماراثون ويلحقنا في نفس الفندق. شباب الفندق قريب من مكان ماراثون واسعارها ومناسبه لكل الناس، واغلب اللي يحضرون الماراثون يحجزوا في هذا الفندق. والله ما ادري عنك يا جوليا، انت وماراثونك ذي اللي في بوسطن. شباب انا sorry I gotta go, catch you later. okay see you later. Have a good day. شباب هذه عشر مرة تخرجني مأناس وبعدين معاك؟ أقول أمشي قدامي، والله ما أدري من اللي محرج الثاني ومجرجرة وراه مثل الخروف. هف بنرجع ديرتنا وإن شاء الله دواك عندي يا جوليا. جوليا وش ذا المصايب هذه اللي حاطينها في ثلاجة الغرفة؟ سبها يا شباب بقالك منها. تعال شباب تعال شوف شوف، نقدر نتابع ماراثون من هنا. قولي والله. اي والله اجل خلينا نتابعه من الغرفة من هنا، وش لنا وش للزحمة هذه اللي تحت؟ لا نو شباب لا، احنا جايين هنا بوسطن علشان نعيش اجواء ماراثون ونستمتع في هو، مش عشان نظل في بلكونة. بكيفك، انا قلت ان نفتك والله العظيم من الزحمة وريحك من التعب انتي وعمتي. أقول لك أنا جعت والله ذا الحين، ما نجيب لنا أكل ولا حاجة ولا شيء. لا شباب الحين بننزل أنا وأنت وكلنا نتغادى مع بعض. يلا هيا شوفيني أحتريكم. لحظة شباب لحظة، خليني بس أفرغ الشنط. يا بنت الحلال الشنط طيبة بتطير، لا رجعنا سويها. طيب بس خليني أبالغ ماما ممكن؟ يلا شباب يلا يلا، باقي انت ايش تطلب؟ انا اعطني نص حبه شوايه ورز بخاري اذا فيه. شباب نسيت اخنا فين خبيبي؟ نسيت مخ انت وين؟ انا لله ذا الحين كل ما اطلب شيء ما القاه في ذا الديره. ما قلت لك ان ديرتكم ما فيها عيشه؟ يعني لازم تاكل هذا اشياء السمسم يعني؟ غير شباب، وش رايك شباب اطلب لك بايلا؟ لا والله البليله تي مالي فيها. كبسة يا شباب، كبسة فيها خلطة الدجاج والسي فود وأصداف كمان، كبسة إسبانية يا شبوبي. ايوه اطلبيها، من يعرف انا ان الاسبان عندهم علوم رجال وهبة ريح. وقسم شكل جدي 97 هو اللي علمهم الكبسة يوم فتحوا الاندلس. طيب شباب خلص بطلب لك كبسة جدد 97 مال انت. بس وش رايك بعد الغداء نطلع امشيك شويه في بوسطن؟ والله تعرفيني يا جوليا اني انا بعد الغداء احب اصقع لي كاسه لبن واقيل، لكن اذا ما عندكم لبن عاد امري لله نطلع نتمشى. تسلم حطها هنا على الطاوله. اعوذ بالله وش هذا يا جوليا؟ لا تقولين هذا صحن الكبسه حقتي. ايوه
شباب هذا هو في شاي؟ بالله يا أحد يحط الكبسة في صاج مقلقل. بعدين وين الزلطة؟ وين الطحينة؟ وين البصل؟ وين الجرجير؟ شباب خلاص ماشي هذا اليوم علشان خاطري، المهم لقنا لك كبسة. أنا عندي الكبسة لازم أدق بالخمسة. كيف بالله يتخفس في ذا الصاج ذي ذا حق بيض؟ لا 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 شباب، أنا خلي أنت لازم تأكل بمرقة والشوكة بليز. يا ولد مدام هذه علوم يا كبشري، هاتي المرقة. شباب وأمريكا، تمثيل ياسر الشمراني، سيلفا صبرة وعلي القيسي، تأليف سعيد الأحمد وأمل الحامد، إخراج حسني أبو زهرة.